أهلا بكم، معكم أحمد خلاف من قناة المحترف أكشن. في شرحنا النهاردة هنتكلم على طريقة التحكم في إضاءة الشاشة في ويندوز 11 بطريقة سهلة وبسيطة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. كل اللي انت هتعمله عشان تتحكم في إضاءة الويندوز 11 أو إضاءة شاشة ويندوز 11، هتنزل ليه قائمة ستار ديت ومنها تضغط عليها، بعدين هتطلع معاك القائمة ديت، هتختار منها سيتنج، هتبدأ تضغط عليها. بعد كده تستنى لما تفتح معاك قائمة الإعدادات، هتيجي من القائمة الأولى اللي هي الديسبلاي ديت، هتضغط عليها. بعد كده هتفتح معاك الواجهة ديت من عند الشريط اللي أنا معلملك عليه ده، تمام. هتقدر من خلال الشريط ده لو سحبته هتبدأ تتحكم في الإضاءة، الإضاءة تنخفض معاك أو ترتفع معاك بكل سهولة وبساطة. طبعا مش هتبان معايا عشان أنا عامل تجديد أو تجديد شاشة، فالإضاءة هتبقى واضحة معايا، بس أنت لما تيجي تجرب الطريقة دي هتلاقي إن الإضاءة بدأت تتخفض معاك. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.